رجعنا لكم بالحلقة الخامسة أتوقع ما عدت. أنا ضيعت العد صراحة. واليوم ضيفتنا our guest is آية مصري. أهلاً أهلاً آية. هلا سهلا عليك. كيفك شو الأخبار؟ تمام الحمد لله. آية طبعاً سبسكرايبر جديدة على ستارز بلاي وآية تعرفنا عليها بالسكرينينج تبع المسلسل اللي حنحكي عنه اليوم. أيوة. اللي هو بغداد سنترال. صح. بغداد سنترال هو أنا أنت كنتي بالسكرينينج بس أنا ما أعرف إذا أنت لاحظتي بغداد سنترال هو our first original stars play original. إيه بعرفها. هاي بعرفها. طبعاً البوسترز كانت معبية السينما. صح. قريتها فيها. المسلسل 6 حلقات هلا موجود على stars play. صح. 6 حلقات كلياتهم exclusive. موجود بس على ستارز بلاي يعني ما تحاولوا تفوتوا جوجل فري بغداد سنترال عفك انا حاولت طبيعي الكل انه لما بدي اعرف مسلسل دغري جوجل ليبين هل في شيء يوتيوب هل في شيء صعب والله صعب بس ستارز بلاي وبالمناسبه اي حدا بينزل ستارز بلاي في كونتاكت دو اب تو 30 دايز فري ترايل يعني خلص فري نحن راح كلياتها سبتايتلد وكله تمام آية حكي لنا شو كان رأيك آية طبعا نحن بس حتى نحكي للناس قبل انه نحن عملنا سكرينينج سبيشال سكرينينج لبغداد سنترال بدبي بالامارات بالامارات لاول حلقه وآية كانت واحدة من الضيوف وحضرت اول حلقه وكملته ابيرنتلي ثاني يوم فورا نزل على طول كملته برافو انا حضرت كمان 5 حلقات باقي لي حلقه نديم لسه ما حدا شيء فهلا اذا خربنا عليك ما عاد عادي المسلسل كامل مش مشكلتك مش آية شو رايك بالمسلسل صراحه حسيته كثير حلو يعني خلصتيه بيوم واحد خلصته ثاني يوم على طول يعني ما قدرت لانه الحلقه الاولى اصلا شدتني انه لازم اروح احضرها بتشد كثير الناس كانوا قاعدين بالسينما بعد ما خلصت اول حلقه ما عم يقوموا انا قلت طب يلا يا جماعه نروح الناس قاعدين لسه بيستنوا حلقه مفكرين حلقتين سكريننج ما عم يقوموا انا منها وتعرفي ليه لانه الحلقه الاولى كانت كثير حلوه كثير بتشد اول حلقه كثير لانه شوفي بالحلقه الاولى تحسي انه بين كل قصه اعطوكي خيط صغير بالضبط انه وانتي بدك تكملي انه خلص انا بدي اعرف بهاي القصه شو صار شو صار انه خلص اعطوكي شغله صغيره خلص طب والباقي طب انت حضرت المسلسل كامل للي ما حضر المسلسل كيف بتلخصي القصه لانه انا عندي شرح بدون ما تحرق بدون ما تحرق صراحه شوف هي فعليا عن كيف البلد لما ما يكون فيها قانون اوكي ايه تعرفي هذا التاج لاين تبع الهي فعليا هي هي قانون ما هو السبيل الى العداله بالضبط بوجع القلب انا صراحه ما بحضر يعني فعليا انا ما بحضر هيك مسلسلات هيك مسلسلات او هذا النوع ما بحضر لانه بزعل بس لما حضرت الحلقه الاولى زعلت يعني صراحه حتى اديني بالستوري اخر ستوري انا نزلتها عن المسلسل الناس حست انه انا بس فعلا انا وجعني قلبي بس ما قدرت مشهد لما بس رح احكي ما رح اخرب بس مشهد الحصان تتذكري اول حلقه كل الناس بالسينما اول ما طلع هذا المشهد هو ما بدي احكي حدا لازم تحضروا لا اول ما طلع المشهد الناس كلهم بالسينما هيك انا كمان حار انا مع اني كنت حاضرته قبل السكرينينج مره ثانيه لما رجع انعاد انا هيك لا إرادية خلاص سبحان الله كل لحظة يعني أنا أول ما شفته ما أبداً ما توقعت يصير لي صار إنه قد ما هو حلو الحصان حلو حرام يصير فيه هيك ما حنحكي لكم شو صار فيه لازم بس كقصة بعتقد بس هيك لنلخص تقريباً إنه هي القصة بتكون بقلب العراق ب 2003 بعد ما الأمريكان بيجتاحوا العراق هلأ القصة بتبلش هي بالعراق بس الحرب مش القصة يعني القصة بالضبط فالقصة أكتر عن الأب اللي بيلعبه الممثل وليد زعيتر اللي كان موجود بالسكرينينج وعنا على فكرة أبسود تاني حتكون اللي هي المقابلة عملنا مقابلة عملنا. مع وليد زعيتر وجولاي نمير اللي بتلعب دور بنته مروج اللي عندها بتكون تعبانة هي بتكون مريضة بالمسلسل وبتكون تحتاج غسيل كلى صح مظبوط فعملنا مقابلة معه إن شاء الله قريبا تنزل بعد هاي الحلقة أنا لازم أحضر لأنه فعلا تمثيله كان حقيقي كأنه القصة فعليا وأنا بحضرها
قصة حقيقية اللي عم بيصير حقيقي قدامي. وليد واحد من يعني من أكبر الممثلين، عنده 25 سنة خبرة بالتمثيل. كان بعمر، كان بعمر ترشح للأوسكار بتوقع. ايه. عمر كان ترشح للأوسكار ب يعني كل مسلسل، أكثر من مسلسل أكثر من فيلم بهوليوود هو موجود فيه. الفرق بهذا المسلسل ببغداد سنترال هو كان هيدا كان أول دور أساسي لإله، فدايما هو بيلعب supporting actor، إنه دايما هو رقم اثنين أو رقم ثلاثة، أو إنه بتشوفي مثلا بأربع حلقات بيكون مشهده خمس دقائق عشر دقائق. هيدا أول مسلسل لإله، هو كان عم يخبرنا لما عملنا المقابلة عم يخبرنا إنه هاي أول مسلسل لإله، إنه هو المين أكتر، هو الليد أكتر، هو الأساسي. وبعتقد بكل حلقة يعني يمكن إذا كل حلقة 40 دقيقة يمكن نص ساعة من كل حلقة وليد لقله هو بيستاهل. هذا كان تمثيله رائع. صح 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 صح. وبتعرفي انه هو لا هو ولا بنته سوسان اللي هي بتلعب دوره كمان ليم لوباني، ممثلة ليم لوباني، ولا جولاي ولا واحد منهم عراقي. معقول؟ مع انه الاكسنت الدايلكت العراقي كان عراقي. صح. يعني انا اول ما بلشت احضره للمسلسل، بالعاده بنشوف مسلسلات لما بيكون بدهم يحكوا عن العرب، خصوصا اذا كان البرودكشن اجنبيه، لما بتكون يحكوا عن العرب الاكسنت دائما بتكون ضعيف. غلط ضعيفه. يعني نحن كعرب بنسمعها وبنقول طب نحن وي دونت ساوند لايك ذس، يعني صح. على اي اساس؟ اول ما بلشت احضر عم اقول يا رب يا رب يكون الاكسنت صح. فاول ما طلعت الاكسنت العراقيه، وحتى كان في كثير من رفقاتي عراقيين عزبناهم على الايفنت، اول ما خلص السكرينينج قلت لهم كيف الاكسنت؟ قالوا لي لا تمام تمام تمام. فا apparently كان معهم كوتش، كان في dialect coach، فنحن سألناهم إنه كيف تا إنه ما حدا منكم تاد، وليد الأصل أردني، جولاي الأصل مصرية، وليم فلسطيني كمان، فا بس كلهم أدوارهم لما بيحكوا بالعربي بيحكوا بالعربي العراقي. فنحن سألناهم إنه كيف تهالقد جبتوا الأكسنت بطريقة قوية، فكان عندهم دايلك كوتش اللي هو مدرب بيدربهم على كيف يحكوا باللهجة العراقية يعني بطريقة كتير مفصلة. فبس بالنهاية إنه أنت لما عم تحضر المسلسل، إذا حدا ما اشتغل كل هالشغل، إذا ما مثلاً المسلسل كله كان أوكي نحن نفتكر بالعراق، بس هو بالمغرب. بالمغرب تصور. صور كل المسلسل كامل. بس فلما بتشوفه ال ال بالمغرب بس هو العراق، وبالعكس ما هو العراق بس بالأصل المغرب. ولما تشوف الأكسنت تبعولهم وقصص صغيرة مثل مثلاً كيف بيشرب الشاي أو شو عم بيحضر على التي في أو هالقصص، خلاص بتصيري بقلب المشهد وما فيك تفكري إنه هذا تمثيل أو هذا مسلسل، تحسي يمكن عم تحضري دوكيومنتري. فأنا ما حسيت أبداً إنه تمثيل، أنا حسيت حقيقي لدرجة إنه أنا لما روحت فعلا كنت حابه احضر الحلقه الثانيه، بس تذكرت انه ثاني يوم بينزل المسلسل، استنيت لثاني يوم حضرت للحلقه الخامسه وبعدين حضرت السادسه، بس لاني انشغلت ما كملت السادسه. لما شغلت كان خلصت. خرب على نديم ولا لا؟ خرب عليك؟ لا 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 بس 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 واحدة من أكثر الأشياء اللي أنا حبيتها بهذا المسلسل إنه البرودكشن تبعه مو متعودين عليها نحنا يعني بمسلسلات عربية بصراحة. يعني المسلسلات العربية دائما البرودكشن تبعها حلوة، بس هذا كان شوي مستوى ممتاز. البرودكشن، التصوير، الديتيلز، كل شيء كل شيء. شوفي حتى أصغر تفاصيل كانوا مبينينها مثل حياتنا الطبيعية. صح صح. يعني شغلات أنت ما بتتوقع إنه فعلًا وحتى الديتيلز اللي بيجيبوها بيكون إلها معنى بعدين. صح صح. الثانية مثلًا بيكون مشان هيك كانت. لا كتير كتير كان رائع. بعدين أنا حبيت شغلة إنه أنت دي ما حتعرف نحن عن شو عم نحكي. تفضلي. بس بتشوفي كيف بيرتي اللي هو اللي بيلعب دور تمبل كيف اول كم حلقه بيكون كان انه لطيف ومنيح، بعدين بيتغير. وانا كنت حاببته اول كم حلقه، انا هيك انا ما توقعت ابدا النهايه. انا شخصيته هاي أنا تحولت قبل النهايه، بس يعني بعرف هو كيف شخصيته تحولت. انا ما توقعت، انا اولا ابدا فكرته انه واو ما احسنه وكثير منيح ودي ساعد، بس طلع ما شاء الله قلبته للدور صح كانت مش طبيعيه. ما حدا عرف هو من شو قلب لشو، لازم تحضر يعني ما حتتوقع. والله جاء على بالي اخرب عليك يعني كان المفروض انت
اكثر واحد يكون حاضر مسلسل كامل. مش قديم لانه هو عنده كميه مسلسلات وكميه افلام يحضرها ما بيلحق. يعني عندك 24 ساعه بالنهار وقد ايه فيني احط ساعه بهالنهار ما بقى. ما بيقدر. بس مثلا انه نحن هلا عندنا بغداد سنترال بهالوقت مثلا عم نشتري شيء 10 15 مسلسل لشهر الجاي، فهول هلا عم بحضرهم لنشوف اي واحد. دوبك تلحق حالك. يعني تخيل مثلا هلا جبنا سوبر ناتشرال 15 سيزون، تخيل نديم يقعدوا يحضروا. بتعرفي كم حلقه 15 سيزون؟ 230 حلقه تقريبا. بتقدر 230 حلقه؟ خلص سامحنا مرقولنا اذا ست حلقات ما مشي الحال. لا اذا هيك شوف انا بلخص لك القصه بحكي لك حلقات وخلص. بلخص القصه بغداد سنترال للمشاهد. لا هيك الخصها بجمله واحده ما بزبط احكيكم بس مشان ما لان انا يعني الناس اللي بيطلعوا على البوستر او بيطلعوا على الاسم وهيك بفكروا انه هو عن الحرب، بس هو مو عن الحرب. لا ابدا ابدا. هي كيف اللي انا فعلا اللي شدني انه كيف الاب بيضحي بكل شيء مشان بناته. صح. وكيف لو يكون عنده بنتين يعني كل بنت قصصهم عكس بعض. فلازم يضحي بهاد او بهاد. لا هو بيحاول انه ما يضحي باي شيء بخص عيلته بخص اولاده. وحرام انه هو قصته يعني قصه عيلته كلها هذا مأساة. فبس يعني لنوضح بس لنوضح للمش فاهمين، هي القصه بتكون هو بيكون اب، هو بيكون شرطي عراقي سابق. فواحد وعنده اثنين بنات، واحدة من بناته بتختفي وبتبلش والتانية بتكون مريضة، واحدة منهم بتختفي ومن هون بتبلش القصة. فلما تفوتي بالمسلسل مثل ما عم تقولي هو ده انه بتفتكر انه هي عن قصة حرب او عن حرب العراق، بس اللي القصة المزبوطة هي انه مساقبة انه الباكراوند عن المسلسل هو مساقبة بقلب الحرب، بس القصة هي قصة اب عم بفتش على بنته وهو عم بفتش على بنته قصص بتنكشف وقصص بتصير قصص كثير. انا صراحة توقعت بس قصة بنته، بس مع قصة بنته بينت كثير قصص، ومنها لما تغيرت شخصية تغيرت يعني تحس جد بشدك المسلسل. وكيف قصة بنته لما بنته بتعمل اي شيء مشان بلدها، بتعمل مستحيل مشان بلدها. يعني حتى ما بدي احرق عليك اخر حلقة، انا ما توقعت ابدا يصير اخر حلقة ابدا. لا فعلا فعلا يعني انا حسسني انه كيف الاب يعني جد هذا اللي لمسني. انه الاب عن جد بيضحي بكل شيء مشان عيلته مشان بناته. يعني هذا اكثر شيء جد لمسني. بتعرفي هي شغله من الاشياء اللي كنا عم نحكي عنها بالانترفيو تبعنا مع وليد، وكان كمان معنا كيت هورود اللي هي الاكزيكتيف بروديوسر بالشو، وجولاي نمير. كنا عم نحكي انه نحن حتى مثلا يعني نحن مثلا بتكون اعمالنا شوي اصغر مثلا من يعني ب 2003 وقت الحرب اللي صارت وهيك، نحن يمكن لسه كنا يا اما مو موجودين يا اما مو عايشين. مين نحن؟ ما بنفهم مين نحن. نحن بس عم قد عمرك على الكاميرا. لا لا ليه ما انت اللي فضحت حالك. نحن انت. المهم اللي عم نحكي كنا انه يعني انا مثلا لا كنت وقت الحرب ولا بعرف شو اللي صار ولا كنت واعية، بس لما حضرت المسلسل حسيت كتير انه قريب لقلي، لانه القصة قصة عائلة وقصة اب وقصة انه تضحية وانه قديش الفاميلي مهمة. يعني وقديه الواحد ممكن يعمل عن جد، وقديه لو بتنحطي عن جد يعني بالموقف الصعب تحسي انه اوكي خلص انا هدول الناس عن جد رح ضحي بكل شيء بحياتي مشانه. اكيد. نحن بالنسبة لأو لألي أنا كشخص كان involved لنعمل المسلسل ونشتغل مع المنتجين للمسلسل، هو هيدا شغلتين. أول شغلة كان أول مسلسل عن بلد عربي والعرب ما بيكونوا إرهابية، هيدا أول أول شغلة. أنا صراحة هيك فكرت أول. لا لا أنا عارفين والكل، مشان هيك نحن بنجرب نعمل مثل بهيك حلقة لنخبر العالم أنه مش قصة حرب مش قصة إرهاب. فهي أول شغلة. تاني شغلة حسينا هيدي كانت افضل ميكس لانتاج هوليوود وانتاج عربي، فاتنيناتهم مع بعض مثل نحن بالنسبه لنا انه هيدا كان ممتاز لنا، انه هيدا شو هيدا ستارز بلاي شو كان اللي هو هوليوود بس عربي. اكثر ممتاز فعلا كان روعه. صح. يعني جد جد انا اللي ما لي انا فعليا ما لي كثير بال يعني ما بحضر تلفزيون كثير ما بحضر افلام كثير يعني قليل، بس فعلا هاد
شدني لدرجة إنه خلاني أروح بدي أحضره بنفس اليوم. ممتاز. بس للأسف يعني ما كان نازل بعده بس جد خلاص في شيء بتحسه لما تحضر شيء يعجبك أو يلمسك من جواتك بتحس إنه خلاص هذا أنا بدي أعرف قصته كامل بدي أحضره مرة ومرتين ثلاث. أنا لو هلأ تحكي لي ترجع تحضري معي أرجع أحضر معك فعلا القصة روعة تحسي بيرسونال كلها حسيناها بيرسونال لأنه خلاص من هاي بتحسيها مو شيء تمثيل بتحسه لا هاي بالحياة هذا واقع يعني ممكن تصير هلأ تصير 2003 تصير ولأنه هي صارت يعني هي الحرب اللي صارت بالعراق مثلا ممكن ما صارت بنفس الطريقة بكل البلاد بس نحن بالنسبة لنا كعرب كلنا عانينا من يعني تجارب مشابهة يعني كلنا عانينا من مثلا يا اما احتلال يا اما حرب طبعا ما بنفوت كثير بالسياسه لانه هو المسلسل اصلا مش سياسي ما ابدا بس بتحسيها بيرسونال لانه كلياتنا بنحس انه يعني انا هاد كان ممكن مثلا انا اكون مكان سوسن او اكون مكان مروج او بابا يكون مكان محسن خضر الخفاجي محسن خضر الخفاجي غير بغداد سنترال آية انت حكيتي لي انه قبل ما نبلش حكيتي لي انه انت ما بتحضري كثير تلفزيون بس تحضري مسلسلات تركية ممتاز لأنه كانت معنا بالحلقة اللي قبل الحلقة اللي قبل كنا عم نحكي إنه نحن من جديد جبنا مسلسلات تركية الله إزيك أوكي أنا بحضر أول ما تفوت على الأبليكيشن يمكن بوزيشن الثالثة أو الرابعة مسلسلات تركية باللغة العربية خلاص أنا بلشت من اليوم مهنة لميس حضرتهم هلا نحن لا المسلسل الجديد مش مهند بس طبعا نحن كلنا من نادي له مهند هو مش مهند بس, بس ما فيك ما بتقدر جسور اسم الشخصية تبعيته بس صعب تقولي لشخص جسور بيطلع فيك جنابة بعدين تقولي له مهند اكيد حضره مهند المسلسل تاعي فنزلنا الدخيل طبعا انا هذا الدخيل سمعت من اكثر من حدا واحده الحلقه انه الدخيل كثير 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 حلو من اكثر من حدا قصته عن اثنين اخوه هن اثنين اخوة بيكونوا شوي معقد قصة المسلسل بس كل مسلسلات تركية هيك فبيكون هن اثنين بيكون اثنين اخوة واحد بيكون بيتربى مع بينفصلوا من هو صغار واحد بيتربى مع العصابات والثاني بيتربى ليكون شرطي بس اللي بيصير الشرطة بيبعتوا شرطي ليتجسس بقلب العصابات والعصابات بيبعتوا هو الأخ على الشرطة حتى يتجسس على الشرطة فهاي فكرة الدخيل انه اتنيناتهم دخيل واكيد انا بحب قصص الشرطة لا حتى الدخيل عن جد سمعت ريفيوز من اكتر من حدا انه كتير كتير حلو انا رح احضر انا رح بلش احضر وفي غيره مثلا جسور والجميلة هذا فيه لميس ومهند حضرته حضرتي مدبلج ولا مدبلج هم مدبلجين كمان ارجع احضري عادي لا يعني والله في مسلسلات كتير قديمة تركية عادي هلأ رجعوا يحطوها مرة تانية عادي وحضرها في مسلسل تاني المهند اسمه ليث ونورة لا هذا ما حضرته عادي كمشتك وهذا مسلسل عادي في شمس الشتاء لا وفي اسمه نيو برايد العروس الجديدة ولكن طول لا انا فارق كثير يعني ما بحضر شيء تخيل ما بحضر الا يعني شوف انا ما بحضر الا كل مسلسلات تركيه بوصل عند رمضان اوكي بحضر بس التركي عندي كم حلقه بتحضري تقريبا بالنهار لانه هو طويل حده 4-5 اوكي 4-5 بالنهار واو ليش طيب انا حضرت اذا حب المسلسل ليش بغداد سنتر انا حضرت الخمسه الناس انا كمان حضرت كنت حاضرة حلقتين قبل السكرينينج بعدين حضرت ثلاثة لا أنا الماكسيموم تبعي صار ثلاثة لا أنا أكثر بالنهار يعني أنا كنت أفكر الحلقة سريعة وقت بغداد سنترال بس أنتوا بتحكوا لي إنه الحلقة 45 دقيقة غير هيك لأنه أنا ما حسيت فتخيل أنت 45 لا أبدا ما حسيت لأنه يعني إذا أول حلقة فعلا ما حسيت فيها وهي 45 دقيقة صح طب الباقي شو؟ Did you get the chance to meet Waleed? لا للأسف لا كانوا بالسكرينينج لا. لأنه بعدها كان عندي شغل فطرت أطلع بسرعة فما ما قدرت بس إن شاء الله بس يرجعوا المرة الجاية منتبهم على ستارز بلاي عنا الفريندز كاوتش بستارز بلاي
من جيبون تتصوري معهم على ليش لا حضر مسلسل على فكره هني وعدونا انه حيرجعوا على دبي لازم نصور okay. على الفريندز كاوت على فكره ايه مزبوط بين بغداد سنترال وفريندز يا بغداد فريندز لا 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 سيزون 2 ما بنعرف بس ان شاء الله يكون فيه يا ريت ان شاء الله والله حلو لو بيكون فيه هلا انا لازم كمل الهاي بس عم حاول افكر كيف ممكن يكون سيزون هو انا حرقت لك الحلقه الاخيره اعتقد قبل ما نبلش حرقت منها شوي بس معلش انا فكرتك حضرتها وتحمست المهم شكرا كثير آية كثير انبسطنا معك انا اكثر وكثير مبسوطه انك حبيتي بغداد سنترال لاني انا كنت عم بحكي لجولاي ووليد قبل ما يبلش لي اني انا حضرته وانا حاسه انه هذا رح يكون واحد من اقوى المسلسلات ب 2020 عن جد مو لانه لا لا اوريجينال بس لانه القصه كثير كثير قويه والبرودكشن كثير الليفل تبعه عالي فيعني اي دونت سي ليش لا صراحه انه المسلسل فعلا كتير فعلا كثير قد ما احكي لك كثير حلو يعني شوفي بما اني انا حكيت كثير حلو انا حضرته كامل بيوم واحد وهي ما بحضر تلفزيون انا ما بحضر بس فعلا شدني لدرجه انه خلاني ثاني يوم بس بدي احضره كامل فعلا حضرته كامل والمسلسل بتحضروه يعني هي اخر شغله رح احكيه بتحضروه كل شوي يعني انه بتصدمي انه لسه عم يصير احداث بكل حلقه بصير هو هون الحلو انه بكل حلقه بصير شيء جديد ما بتكوني انت متخيلته او متوقعته يعني انا فعلا وانا بحضر كنت متوقع شغلات تصير لا عم بصير شغلات ثانيه لانه كل شيء عم بصير مو مثل الثاني يعني بيحاولوا انه يشدوكي اكثر انك تحضري الاولى والثانيه والثالثه لتوصلي للاخيره وحتى صدقيني لاخر شيء تخلص الحلقه الاخيره لاخر شيء برضه ما بتكوني متوقعه شو عم بصير تشوفي الحلقه الاخيره عندي مثلا تخلص هلا ما خلص دن رائع على التليفون طبعا كلاتكم بتعرفوا اكيد انه في ابلكيشن على التليفون فيكم تحضروا مش بس على التليفون كمان على التابلت على التي في لا مشان اذا كانوا في ناس مشغوله ما فيها تحضروا على التلفزيون انا حطيته على التليفون مش بالشغل بس ما بدنا نوقع بالمشكله نحن فينا نعمل داونلود لبغداد سنترال عندنا الاوبشن الداونلود يا اكيد يا تمبرري داونلود يعني بعدين اول شهر فور فري حضروا اول شهر فور فري شفنا اكثر من هيك ما بعرف نزلوا حضروا يعني خذوا نصيحتي وآية مصري ثانك يو كثير ثانك يو لكم انا اكثر anyway اخر شيء ما تنسوا جايز تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وكومنت اي شيء بدكم تحكوا له ستارز بلاي اي تعليق اي راي اي فيدباك اي ريفيوز اي شيء بدكم تحكوا لنديم اللي هو نديم الكونتنت اكوزيشن عنا ف اي شيء بدكم مسلسلات افلام اطلبوها من نديم اي شيء بدكم تحكوا لستارز بلاي اكتبوا لنا اياه تحت وبنشوفكم بالحلقه الجايه باي 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 باي